الآيات فيها هدى وسكينة قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات فما وقفت فؤادك إنها النفحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بكم ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم، ويوم الثلاثاء والورد القرآني والاتصالات رجعت تاني، ونتواصل مع حضراتكم بإذن الله تعالى. في البداية برحب بضيفي في الاستوديو الشيخ سمير عزت، اللي جينا من المنصورة مباشرة إلى الاستوديو. ازيك شيخ سمير؟ ربنا يحفظك شيخ. منور شيخ سمير. ربنا يحفظك يا رب. ورد اليوم من الآية 20 من سورة النساء إلى الآية 23 من سورة النساء، وجه واحد. الوجه رقم 82. نفتح المصاحف ونبدأ بإذن الله تعالى اللقاء. قبل ما نبدأ اللقاء ونسمع لضيفنا الشيخ سمير عزت، صلى الله وبارك في عمره، ويعني أن تستمتعوا وأن يكون موفقا في هذه الحلقة، نستمتعوا بقراءته. أنا شخصيا بستمتع بقراءته، يعني ما شاء الله عليه. اللي حابب يتواصل معنا ويقرأ معنا عبر الهاتف، أرقام الهواتف تظهر تباعا على الشاشة، واللي حابب يتواصل معنا وليه سؤال على الصفحة الخاصة بالبرنامج تظهر الصفحة الخاصة بالبرنامج على الشاشة بإذن الله تعالى تباعا أيضا. جاهز شيخ سمير؟ تفضل يا شيخنا، ربنا يحفظك. طيب، والشيخ سمير معاه كمان مش قرآن بس، يعني ما شاء الله له في الابتهالات والإنشاد، فهنسعد به اليوم إن شاء الله في أكثر من موضوع في الحلقة. نبدأ بالقرآن؟ تفضل يا شيخ. نبدأ بالقرآن، تفضل شيخ سمير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن
بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. إن شاء الله بارك الله فيك سمير ربنا يحفظك وبارك في عمرك ويجعلنا وإياك والسامعين من أهل القرآن. وكمان أخونا رامي رأفت اللي ورا الكاميرات دلوقتي مصورنا الجميل اللي بنبارك له ببنائه بناءه كامل أسبوع وبعد أسبوع جنة. أنا أعرف إن شهر العسل شهر مش عارف ليه خلوه أسبوع بقى مقتصر دلوقتي على أسبوع ليه؟ لا ممكن يطول برضه ونبارك برضه لأخونا سمير على أمل يعني أبو أمل رزق بأمل قريبا يعني ربنا يبارك لك أسأل الله يبارك فيها. طيب نبدأ بقى مع حضراتكم ومعنا الشيخ سمير واللي حابب يتدخل معانا ويتكلم عن الاخطاء الشائعه اللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا حال قراءه الورد يتدخل معانا واللي حابب يقرا معانا ويصح له القراءه نتشرف باتصاله بنا على الارقام الموجوده على الشاشه تباعا. نبدا يا شيخنا. تفضل يا شيخنا. ايات اليوم معظمها تخليص مفخم من مرقق ومرقق من مفخم. تمام؟ حتى اول كلمه والمحصنات كتير من الناس يقرأها والمحصنات كل ده عشان ايه؟ الصاد. حرف الصاد حرف قوي ترتيبه في حروف الحروف من حيث القوة يعني رتبنا حروف الجاء وقلنا أقوى حرف في حروف الجاء الطاء يأتي بعد الطاء الضاد وبعدها الصاد يبقى هو ترتيبه ايه؟ الثالث من حيث القوة فلما يقع بقى قبله مرقق وبعده مرقق يبقى ناخد بالنا من ايه؟ من فصل التفخيم على الترقيق وكمان هو مطبق يعني ايه؟ يعني تفخيمه زائد تمام؟ يعني الاطباق بيكسب الحرف طاقة تفخيمية اضافية لو كان هو مستعلي مفخم ماشي؟ فالاطباق بيكسبه والحروف المتبقى كم حرف يا شيخ سمير؟ اربعة صاد ضاد طاء ظاء اربع حروف من ضمنهم ايه؟ الصاد. طيب يبقى نقولها ايه؟ والمحصنات مش ده في خطا تاني. تعرف يا شيخ سمير ان في ناس بتبدلها بالسين والمحسنات المعنى اتغير ولا لا؟ جدا. انت عارف ان الايه ديت ليها تعلق بما قبلها لان من المحرمات في الايتين السابقتين تمام الايه دي هي الايه الثالثه ايوه المحصنات من النساء يعني المتزوجه هي محرمه تحريم مؤقت فناخد بالنا اما ابدا واقول والمحسنات يبقى انا كده غيرت المعنى خالص نهائي يبقى ابدال الصاد بسين وسين بصاد ذال ب ب ب ب بظاء ماشي في بعض المواضع وظاء بذال ابدال مثلا ثاء بذال ابدال في حروف كده طاء بتاء تاء بطاء ربما يغير معنى في القران فناخد بالنا يبقى والمحصنات من النساء الا همزتين ورا بعض وقبلهم مد المد ده مد ايه يا شيخنا متصل واجب يعني ايه يجب على القارئ ان يمد هذا المد اربع حركات او اكثر ولا يقل عند حفص عن اربعه يبقى في اربعه وخمسه وسته والمحصنات من النساء الا همزتين لازم يبقى لهم زين في كتير من الناس بياتي يعني بالهمزه الثانيه مسهله
والمحصنات من النساء إلا كده. نقول له لا، انت قرأت الراوي تاني، تمام؟ لكن حفص له ايوه تسهيل. حفص له ايه؟ له اثبات الايه؟ الهمز. الهمز، تمام. الا ما ملكت ايمانكم، واعمل معايا مداخله لو حابب تدخل معايا في الكلام وتعلق على الاخطاء الشائعه. نحن جئنا متعلمين فقط. لا، انت معلم ان شاء الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك. كتاب الله عليكم، واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا. ذلكم ان، هنا عندنا الميم. ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا شيخ سمير، وطبعا الكلام للمشاهدين الكرام انت يعني على علم باحكام التجويد، لكن التكرار يعلم الشطار. حلونا الابرار بقى، خليها الابرار. يعلم الابرار. طب ناخد اول اتصال. اتفضل يا شيخ. حاجه زينب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه. اهلا بحضرتك، الله يسلمك. الله يسلمكم. انتوا الحمد لله على السلامه، احنا كنا بنطلع يعني، لكن ما هي بس عشان الاتصالات. التواصل بيننا وبينكم كان مقطوع لاسباب، والحمد لله رب العالمين اذيرت الاسباب. بس برضو كنا متابعين البرنامج حضرتك. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. ربنا يبارك في حضرتك، كل حلقه مميزه عن الثانيه بصراحه. الله يرفع قدرك استاذ زينب، ربنا يبارك في عمرك. ما شاء الله. لو في اقتراحات للبرنامج قولوا لنا يعني. لا ده ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يبارك في حضرتك. الله اكبر، يعني الصلاه بتيجي بسرعه، يعني الضيوف بتوع حضرتك الكرام ربنا يبارك في عمرهم يا رب كلهم. ما شاء الله، بينورونا دايما دايما يا رب كده دايما، ربنا يبارك. معانا ورش اليوم ولا حفص؟ ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يلا نبدا ان شاء الله. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. لسه بنتكلم على الهمزتين وورش ليه بقى شغل. الهمزة التانية بيقى مع الإشباع. ما هو ليه وجهين. أيوه. لوجه الإبدال الهمزة الثانية بيقى مع المد. وليه تسهيل الهمزة الثانية. تمام. نسمع بقى الوجهين كده. حاضر. النساء إلا. تمام. النساء إلا. طب اسمعوا مني كده الاثنين كده. النساء إلا. ده وجه الإبدال. النساء إلا. ده وجه التسهيل. النساء إلا. صح كده يا شيخ؟ تمام، بس زادت منك يعني ايه؟ انت عملت الاثنين مع بعض وانت خارجة من الإبدال. عملت دخلتي على التسهيل وبعدين نمد سته بقى، لان احنا عندنا هنا ايه؟ التقى بايه؟ بساكن اللي هي اللام. تمام. اول المشاهده دي. كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. ما شاء الله عليك. عايز بس اوضح لجمهورنا مشاهدينا الكرام ان احل دي فرشيه. ايوه فرشيه. ايه الجمال ده، ما شاء الله عليكي، ما شاء الله. فرشيه يعني من الفرش، مش من الاحكام. لا، مش من الاصول. يعني كلمه عليه الصلاه والسلام كده، تغيير في تشكيل. ايوه بالضبط كده. تمام. وبرده الاصول بقى قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين برضو هنا في الكسائي بيفتح برضو. ما لا، اكثر من قارئ واكثر من راوي. ابن عامر. ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك. وطبعا ضبطتي ميم الجامع لالتقائها بهمزه ان شاء الله. تمام. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. طب حلو قوي، أنت رققت الراء صح كده؟ إن شاء الله. خلينا بس نعمل بيان بقى لتعليم ورش كده. أنا نفسي بصراحة على هذه الشاشة المباركة يعني إيه نعلم رواية ورش يعني. يا رب. فإن شاء الله بإذن الله تعالى قريبا هنفرض حلقات لورش بإذن الله تعالى. يا ريت والله يا شيخ، يا ريت يعني. إن شاء الله بإذن الله تعالى. إحنا احنا عندنا الراء مرققه صح كده؟ تمام. بس الغين لا تتاثر. غ. ايوه تبقى ايه؟ غير موسى. غير مسافحين. تمام جدا كده. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه. هنا برضو هنعمل المد البدل. تمام. متوسط البدل في القصر وفي التوسط وفي الاجبار. ما شاء الله، يبقى البدل عندنا اللي هو ايه؟ انا بقرا بالتوسط. بتقراي بالتوسط. اللي هو البدل اللي هو ايه؟ ان تاتي الهمزه قبل حرف المد. قبل حرف المد. تمام؟ الا في بعض الاستثناءات لو قابلتنا نتكلم عليه. ان شاء الله. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه.
إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم تمام فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم نبين بقى حركة شين خاشية غير خاشية عشان ما سكتش الشين عند الكل ذلك لمن خشي العنة منكم طب وليه معايا كده خشية خشي انا بختلفها بتسكنيها بتقولي خشية هي خشية حاضر ذلك لمن خشي العنة منكم دي كويس وإن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم بارك الله فيك طبعا احنا دخلنا في الآية التانية فما رضيتش اقف حضرتك بس ان شاء الله عليك يعني ربنا يبارك فيك ويحفظك معانا استاذ حماده السلام عليكم قطع الاتصال طب يا ريت يعود بينا الاتصال مره ثانيه ونعتذر ان احنا تاخرنا عليه شويه نكمل كلامنا واحد سعيد جدا والله بال... ها واحد سعيد جدا بالقراءه طيب. ربنا يبارك فيك حبيبي والله ما شاء الله على فكره الاستاذه يعني 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 بتجتهد تماما تمام استاذ زينب بتجتهد تماما في انها تقرا بالروايه سواء سماعا من بعض البرامج أو قراءة في مصحف رواية ورش والأمر إن شاء الله بسيط جدا وسهل يعني وإن شاء الله ربنا يرزقنا إن شاء الله نفرد للرواية إن شاء الله بإذن الله تعالى نفرد لها لأن ورش أصلا مصري سيدنا عثمان بن سعيد مصري والأصل يعني أن مصر كانت تقرأ بهذه الرواية وفي فترة من الفترات تغيرت الرواية طيب نكمل بقى كلامنا أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا تبتغوا ما تنفعش طبعا خالص طبعا. عشان كده بقول لك فيها تفخيم وترخيص كتير جدا للآيات نخلص الحروف أيوه تخليص نعم. نخلصها إزاي يا شيخ سمير المراقق أن تبتغوا أيوه بالضبط كده من غير ما عمل مجهود أحسنت يبقى المراقق يحتاج لابتسامة بسيطة جدا كده تبتا وجع عند الغاية وأعمل تبويزة بسيطة والله العظيم بس مش تبويزة البيت معانا أبو عمر السلام عليكم أم عمر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيكم يا ام عمر اهلا وسهلا بحضرتك تقراي معنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ابداي باذن الله تعالى من اول الربع ان شاء الله من اول الربع ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم طب الاستعاذه بقى الاول عادي الصوت الاستعاذه قبل البسمله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يبقى الهمزتين بقى عشان ما نرجعش في تركيب رواية على رواية إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله قطع الاتصال كنا عايزين نسمع أم عمر بس هي عندها قلق شويه لكن ما شاء الله واضح ان هي عندها معرفه بالاحكام طيبه يعني. طيب نكمل كلامنا. اتفضل يا شيخ. يبقى ايه؟ ان تبتغوا ايه تبتغوا دي ما تنفعش. ان تبتغوا باموالكم محصنين لو قلنا محسنين يعني ما ينفعش خالص. صح؟ برضه هتغير الايه؟ نعم. المعنى تمام؟ غير مسافحين غير عندنا الغين المفخمه غ والياء مرققه يا شيخ سمير غي لان ياء لينه وبعد كده راء مفخمه غير مسافحين ولا متخذي
فما استمتعتم به صح؟ فما استمتعتم به من هن، فما استمتعتم به كلمة كتير قوي في موضوع الميم مع الباء وحكمها الإخفاء. من هن فآتوهن أجورهن فريضة. فريضة دي ما ينفعش، وفريدة لا ما ينفعش طبعا، ده فريدة ده اسم واحدة صح كده؟ نعم. فريضة تمام؟ يبقى ناخد بالنا برضو. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم، تراضى مش ترى، ترى ما تنفعش، او تراضيتم ما تنفعش خلاص، نركب الراء به من بعد الفريضه، برضو الفريضه زي الايه ان الله كان عليما حكيما. طيب اقف هنا كده ونسمع بقى الشيخ سمير حاجه كده. حضر شيخ من اللي مجهزها لنا، مجهز لنا ايه؟ قصيده بعنوان محمد ويا سراج الله فين. صلى الله عليه وسلم، اتفضل. محمد يا سراج الله فينا، ومن حاذت به الدنيا سناها. محمد يا شبيه البدر وجها، جمالك أو كمالك لا يضاهى. محمد يا شبيه البدر وجها، جمالك أو كمالك لا يضاهى. سلوا بطحاء مكة أو رباها، سلوا البيداء كم شهدت جباها. لغير الله تسجد في خشوع، لغير الله تسجد في خشوع، ونور الحق يسطع في سماها. وعن كأس السكارى سلوا البوادي، عن الأعراب ماذا قد دهاها. وعن وأد البنات سلوا الرمال، فكم من صرخة كتمت صداها. صدى صوت الوليدة في ثراها، صدى صوت الوليدة في ثراها. يمزق قلب صخر لا يراها. أكاد الآن أسمعها تنادي، وترجو الله أن يهدي أباها. أغثني يا إله الكون، إني أعاني قسوة بلغت مداها. فكان الغوث أحمد حين هلا، بطلعته البهية لا يضاها. ورنمت البلابل في الرواب، لمقدم خير خلق الله جاء. ومن بعث الكريم، ومن بعث الكريم به
وجاء بارك الله فيك استاذ ان شاء الله. ناخد اتصال معانا رجع لنا اخونا حماده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بيك استاذ حماده. الله يكرمك. تقرا معنا؟ ان شاء الله. تدفع؟ نعم تدفع ان شاء الله. طب ادفع. طيب ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب ابدا بقى. ومن لم يستطع منكم طولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمادة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. جميل جدا. بس خد بالك يا حمادة ساكن الخاء بقى. أخدان ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن ألقينا. النون بقى المشددة. فإذا أحصن فإن أتين. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. بارك الله فيك. قراءتك طيبة وما شاء الله أدائك جميل جدا. بس بيقع مننا غنى دي ناخد بالنا منها. لكن أنت ما شاء الله عليك أدائك طيب جدا جدا يعني وأدائك سهل كده ما فيهوش تكلفات. ربنا يبارك فيك وإن شاء الله يعني نسمعك مرة ثانية إن شاء الله وتشرفنا في البرنامج باذن الله تعالى. جاهز معايا ولا انت نمت ولا ايه؟ لا صاحي والله. انا عارف ان المشوار طويل المنصوره لهنا. الحمد لله كان سهل. لكن لسه صاحي يعني. كان ميسر بفضل الله تعالى. بفضل الله. ببركه القران الكريم. اللهم لك الحمد. نعم بفضل الله تعالى. طيب. طب ناخد استاذ عزه؟ اتفضل. استاذ عزه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك اتفضلي. اهلا بيك. بس تعالي الصوت شويه حضرتك استاذ عزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك وطي التلفزيون واسمعيني بالتليفون. يعني وطي التلفزيون على الاخر. ايوه حضرتك في سوره ايه؟ احنا في سوره النساء. النساء من الايه 20 ان شاء الله. والمحصنات من النساء الا الجزء الثاني الثالث. ايوه بالضبط كده. مش الثالث بقى الرابع بقى. رقم كام؟ ما انا بقول لحضرتك من والمحصنات من النساء من الايه 20 من سوره النساء. ايه 20. اه الوجه 82 لو معاكي مصحف المدينه. ايوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو معاكي مصحف المدينه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. حضرتك مستعجله؟ اه لا هدي شويه خالص عشان نضبط القراءه لان كده احنا لو جرينا في القراءه هناكل حروف واحنا ماشيين واحكام. فاقراي بس بشكل اهدى شويه. والمحصنات بارك وان يا ابني مع الشيخ. يا ابني سيبها الله يهديك. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم.
وأحل لكم ما وراء لا. ذلك. بص خد بالك، وأحل لكم ما، عندنا هنا إدغام. وأحل لكم ما وراء ذلكم. عندنا هنا إدغام. اسمعني بالتليفون. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين. خد بالك ما قلتش محسنين عشان ما تبقاش من الإحسان، محسنين من الإحصان. طيب تعالوا نتصل بها مرة ثانية، واضح ان هي حافظة لكن مستعجلة يعني عايزة تقرأ كام يعني. ربنا يبارك فيك ويحفظك، يا ريت تعود تصل بينا مرة ثانية. ومن لم يستطع، دي من الكلمات اللي محتاجة ايه حرفة بقى، هذا الفكرة دي. ايوه بس بدون تكلف يا شيخ سمير. ومن لم يستطع، يستطع يستطع بس، لكن مش يستطيع. في ناس برضو دكتور رياضة فك ده، في ناس بتعمل يعني مشاكل. نعم. تلاقي الفم طالع داخل كده وفي تكلفات في الهيئة، حتى كمان ده شكل مش طبيعي يعني. يعني أنا بتكلم مع الشيخ سمير كده، بتكلم معاه مفيش الهيئة دي، صح كده؟ نعم. بتكلم معاك عادي، لكن ينفع بقى في القرآن أقول كده، ينفع أكلمك كده أقول لك إيه؟ إزيك يا شيخ سمير، أخبارك إيه والكلام ده؟ ينفع؟ أنت تقول لي ده الشيخ ماله اتجنن ولا إيه؟ صح؟ نيجي في القرآن بقى ونعمل كده؟ يبقى هيئات الشفتين والفك تكون بشكل بسيط زي ما بتكلم والله القرآن. رب العزة يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن التيسير طبعا في القراءة وفي التدبر وفي العمل وفي كل شيء، دي احنا نتعب نفسينا. تمام. وما مين أم عمر معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم عمر. أهلا يا شيخ، زي حضرتك؟ في نعم والله والحمد لله. الحمد لله. ممكن أقرأ؟ اتفضلي حضرتك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. خد بالك، خد بالك، أولا كتاب الله، بس خد بالك كمان ما توقفيش، ما تقوليش ايه ايمانكم كتاب الله عليكم، لان كده احنا غنينا الغنة غنة كأنها مشددة، الميم مشددة معايا؟ حاضر. الميم فيها غنة لكن غنة ضعيفة جدا جدا يعني، اللي هي مصاحبة للحرف. حاضر. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم. بس خد بالك ام عمر، فريضه. نعم. يبقى كده فخمنا الراء، هي الراء مرققه لانها محركه بالكاس. فري، عارفه فريد؟ انا بقول فريد لكن بقولش فريد. معايا؟ تمام. فريضه. تمام. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم. عليكم فيما على طول، لان الميم حذرنا صاحب التحفه فقال واحذر لدى واو وفى ان تختفي لقربها والاتحاد وفعله. معنى الكلام ده ايه؟ ان اي ميم تلتقي بفاء، ميم ساكنه او ميم ساكنه تلتقي بواو، نحذر من ايه؟ من الاخفاء. تمام. حاضر. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه إن الله كان عليما حكيما. بارك الله فيك يا عمر، ربنا يبارك فيك ويحفظك. وفيكم بارك، شكرا. عفوا، نكمل بقى كلامنا. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. في ناس تقولها بأيمانكم، بأيمانكم هنا تغير المعنى خالص. تمام. والله أعلم بإيمانكم. تمام. بعضكم من بعض، دي بقى فيها شغل كتير جدا جدا في الأخطاء الشائعة. إما إنك تلاقي
بعضكم من بعض، وإما تلاقي بعضكم من بعض، يا إما نضيع الإيه الضاد، يا إما نفخم الباء والعين. لكن أنا بقول بعض الناس أحسن من بعضهم الآخر، ماشي؟ أو يعني كلمة بعض عموما، وأنا بتكلم في كلام العادي بقول بعض، صح كده؟ بعض، صح يا عم رامي؟ ها؟ مش أنا بقول بعض؟ ولا بقول إيه؟ بعض. أنا بقول إيه؟ بعض. لكن ما بقولش بعض، صح كده؟ فأجي في القرآن أقول إيه؟ بعضكم وبعض. معانا أحمد؟ طب ناخد أحمد وبعدين نتكلم على بعضكم من بعض. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أستاذ أحمد أهلا بيك. جزاكم الله خيرا. خير الجزاك حبيبي، ربنا يرفع قدرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ أحمد أهلا بيك. اقرأ. أقرأ من أكم؟ اقرأ بقى من ومن لم يستطع منكم طولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. أخونا أحمد، أنت ما شاء الله واضح كده طلعتك جميلة جدا وأدائك طيب جدا جدا في القراءة، لكن عايزين نخلص بقى التاء من الطاء. أحمد، أنت ما شاء الله واضح كده طلعتك جميلة جدا وأدائك طيب جدا جدا في القراءة، لكن عايزين نخلص بقى التاء من الطاء. نعم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. أحمد اسمعني من التليفون وما اسمعش نفسك في التلفزيون. انا حضرتك مش قدام التلفزيون. مش قصاد التلفزيون؟ خالص. بس انت بتاخد وقت طويل، في الوقت الطويل دوت ظنيت انك بتسمع يعني، لان في فرق زمن بين الاستوديو هنا دلوقتي وحضرتك معانا على التليفون وبين ما بيوصل الرساله لحضرتك في البيت. في ثواني كده بتعمل فرق يعني. اتفضل حبيبي. نعم. في ثواني كده بتعمل فرق. معانا استاذ احمد ولا نام؟ طيب ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد، ومشاهدينا الكرام يا ريت ناخد بالنا الموضوع دوت، ان في فرق توقيت بين الهوى وبين وصول الرساله عند حضراتكم. الثواني والثواني ديت بتفرق، فعشان تسمع نفسك بتاخد وقت، ما بتسمعنيش على طول. نكمل شيخنا؟ نكمل شيخنا. يبقى قلنا ايه؟ بعضكم من بعض، والضاد بقى الوقف عليها بقى زي الارض. بعض لابد نبين صوت الضاد. طب احنا مش سامعين صوت الضاد يا شيخ. لا لا، باين قوي، بس في فرق بين ان انا اتكلم فيه اقول باع واعمل كده وده مش صح، تمام؟ لكن الضاد صوتها بيجري داخل الفم. اخونا احمد تاني رجع. السلام عليكم. احمد ناصر. عليك السلام. الله، اهلا بيك شيخ احمد. يا مرحبتين يا اخي. انت كنت معانا من شويه ولا احمد تاني؟ لا، هو انا احمد نصر. احمد ثاني لسه. احمد الثاني. احمد نصر يا فندم، انت حضرتك كلمتيني دلوقتي اللي حضرتك كنت بتقرا معايا دلوقتي. قلت لي نط التلفزيون. وقلت لي حضرتك التلفزيون، وحضرتك قلت لي مفيش تلفزيون. لا، في تلفزيون. لا 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 لا، يبقى انا سمعت غلط. لا، خد بالك ان فرق التوقيت دوت، فرق التوقيت ده هيفرق معاك وانت بتسمعني. فانت ايه، وطيه خلاص على الاخر واسمعني من التليفون وانت بتقرا ان شاء الله. تمام. اتفضل يا شيخ. اتفضل. ابدا اقرا من ايه يا فندم؟ ومن لم يستطع منكم طولا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش شي بقى، شي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفضل الشاي يا شيخ احمد، احنا بنشرب شاي. بنشرب شاي ولا شاي؟ لا، شاي. ايوه كده، صل على النبي. الله ينور عليك. بص، الله يرضى عليك ويرضى عنك حبيبي، ربنا يرفع قدرك ويصبرك عليا. بص حبيبي، احنا عندنا دلوقتي كانك بتقول شاي بالظبط. بص، اعوذ بالله من الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان.
الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ما تسمعش نفسك يا شيخ أحمد. لا. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. بص يا شيخ أحمد. شيخ أحمد. أنا عارف أنت صبور وهتصبر عليا. أوي. وثوابك ان شاء الله عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. انا مش عايز اقول ايه اي لان انا لو عملت كده ماشي اي ينكحال كل دوت بيعمل معايا مدود زائده في القران تمام انك بتمط الحركه فتولد منها حرف مد واضح ان انت محب للقران ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب يا مولانا والله ويحشرنا انا وانت والسامعين مع اهل القران جميل يا رب هاي تاني بقى وبراحة خالص كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات جميل والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أنت مش حلو قوي ده أنت قلت بعضكم من بعض أحسن من أنا قلتها لكن لكن فانكحوهن لا دي كتيرة كده طيب هنا تاني أعوذ بالله الشرجيم فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم انا بحبك في الله ربنا يبارك فيك يا شيخ احمد يعني ما شاء الله عليك يعني زادك الله صبرا وحبا للقران اسال الله يبارك فيك ونجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم انا وانت والسامعين يوم القيامه ونختم بقى اخونا ايمن بيقول ونختم بقى طيب مع الشيخ سمير لسه يعني نديله فرصه كده يقول ان شاء الله طب نختم بيها ولا حاجه يا استاذ ايمن الله يكرمك والله انت طيب جدا يا استاذ ايمن ربنا يبارك فيك ويحفظك ربنا يكبر بخاطرك طيب ان شاء الله بقى سريعه بقى عشان ما نزعلش اخونا ايمن مننا وعشان الوقت كمان ايه البرنامج اللي بعده القصه ان شاء الله بقولنا يا رسول الله يقود قدوتنا ما سمعتش حاجه ما انت مستعجلش مش بقول لك استعجل قصه ده بعنوان يا رسول الله وقدوتنا صلى الله عليه وسلم اتفضل حبيبي يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله
رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا لا ندري كيف تطرقتم برسول الله شلة أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها فيما قد رسمت هادينا ورسول الله ورسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله وقلوب أبدا لا تنسى وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فغدت ترسى سهما رمحا سيفا قوسا لرسول الله لرسول الله يا غرب اعتبر بماضينا كم دسنا رؤوس أعادينا وسنمضي اليوم كماضينا لرسول الله لرسول الله يا غرب سيسطعكم نور قد أشرق فوق روابينا لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله عليك تعيشنا كده يعني مع هذا الكلام الطيب يعني ربنا يبارك فيك ويحفظك شيخ سمير. الحلقة انتهت بسرعة ما حسيناش بيها يمكن عشان أدائك الطيب الجميل وطبعا مداخلات المشاهدين الكرام كنا مفتقدينها وكنا محرومين منها لفترة. إن شاء الله ربنا ما يحرمناش منكم أبدا ولا من اتصالاتكم علينا ولا من مداخلاتكم ولا من دعائكم طبعا تدعوا لنا إن شاء الله. يعني في نهاية الحلقة بشكر ضيف الاستوديو الشيخ سمير عزت. بارك الله فيك شيخ سمير شرفتني ونورتني وأسعد بك في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. كما أشكر كل من شاهد الحلقة و كل من تابعها وكل من اتصل علينا وشكر خاص لفرق العمل وعلى رأس فرق العمل في هذه الحلقة أخونا أيمن النبراوي بارك الله فيه وفريق العمل معه. ألتقي بكم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم السبت في 7 مساء مع ألف لام ميم واللقاء المفتوح ويوم الثلاثاء قبل هذا الموعد بساعة تقريبا. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات رتل وجوز ما استطعت حروفها فحاها